صباح الخير مشاهدينا. تمارينا لليوم رح يكونوا بيلاتس فول بادي باستعمال مطلة وبس، ما في غير مطلة وتقل جسمنا. بلش وارم اب، open legs out، خصر لقدام، side to side and circle all the way and then side to side عرواء and circle لورا. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد and up. بسكر شوي إجري، بنزل سكوات أنا وتحت، وقف عرس أصابيعي، بتكعب إجي على الأرض and up. برفع إيدي نفس الوقت وبنزل. كمان خمس مرات، 5 4 3 2 1. من هون up and down خمس مرات، خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد، pulses بالفاس، خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. على الأرض child كوبرا، الورم اب اللي متعودين عليه بالبيلاتس مثل العادة، نفس الورم اب تقريبا، child to cobra، من الكوبرا بنزل up لورا خمس مرات، 5 4. اهم شي النفس، عم نحمي بهذه الطريقة جسمنا، بنفس الوقت عم نشتغل على عيوني، عم نحمي الأبر بودي، الكور واللور، لأنه مثل ما قلنا اليوم فول بودي بيلاتس وركات، ما حنكون مركزين بس على بارت معينة، فول بودي كل الجسم عم يشتغل. آخر مرة وببقى 5 4 3 2 1 لورا، 5 4 3 2. We go up. لنرجع نعيد الورم اب تبعنا، بلشنا side to side مع circle لورا خمس مرات، خصر لقدام، side to side من هون circle، 5 4 3 2 1. Close legs شوي شوي، squat position up down and up مع رفعة الإيدين and down خمس مرات، 5 4 3 2 1. بيبقى تحت up and down، 1 2 3 4 5. بعدين لتحت، 5 4 3 2 and 1. child to cobra، then بنزل بطريقة البوش أب، لكون عم بشتغل كمان على الأبر بودي وعلى تحماية الأبر بودي، تشايل كوبرا، من الكوبرا بنزل كأنه بوش أبس، كوبرا بوزيشن and تشايل، 5 4 3
حركة كتير مهمة مش بس للقوة وللليونة بنفس الوقت. Two more. آخر مرة. And hold. 5, 4, 3, 2, 1. ورا. 5, 4, 3, 2, and 1. بنلم على ظهرنا، بنبلش حركاتنا. أول حركة رح نشتغلها السيت أبس. رح نشتغلها مش سيت أبس لحال، سيت أبس مع حركة مع. هلا بتشوفوا شو هي. إيدينا straight so بالسقف. We go up. من هون رح ارفع اجري اتنيناتهم، ارجع ردهم وانزل. بالست ابس كون عم بشتغل على المعده، سبيشلي الابر معده، الابر ابس. بجي لانا ركز اكثر على اللور بارت من الابس اللي هي ترانسفيرسس ابدومينس، عضله او تعضل بالمعده. بعمل بريشر اني ارفع اجري ووطي، ساعتها بكون عم بشتغل على اللور ابس كمان. يعني كومبو أب وبرفع 90 درجة وبردهم برجع بنام 10 مرات. 9 وبنزل. 8 بطلع وبنزل. 7 6 أهم شيء نحافظ على شد المعدة. 5 هون بكون مجلسة على الآخر، بالعكس أعمل شوية كرانش لنشغل المعدة. برفع وبوطي. 3 2 آخر مرة بطلع up and down. حط ايدي ورا، برفع اجري اتنيناتهم بالهواء، بنزل اجري اليمين على الارض، برجع بردها شمال، مرة يمين مرة شمال. كمان حركة كتير مهمة للمعدة للكور وخصوصي لللور ابس لأوطى عضل بالمعدة. 10 9 لاحظتوا برد اجري 90 درجة، ما بردها كتير لعندي لأنه هيك أصعب. 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي hug your knees. بجرب قد ما فيني ريح شوي بالحركات لما خلي تعب المعدة يعرقلني او ما يخليني كفي. هلا اللي بدنا نعمله بدي ارفع اجري all the way up so بالسقف up وبهدي my hip and bicycle. 5 4 5 على الرباط وفايف اسرع. 2 1 هلا سريعة شوي. 5 4 3 2 1 وبنزل على رواق. Hug my knees. 5 4 3 2 نام على my side. هيدا الطريقة اللي بدنا نعمله. بدنا نعمل leg raises تنيناتهم لفوق بس in a way scissors، يعني عم بطلع وانزل بس انا عم بعمل scissors. 5 مرات. 5 4 3 2 1 ببقى فوق and scissors. 5 4 3 2 1 من هون ببرم على بطني لنعمل للسويمينج. ايدي لقدام بشد بمعدتي and swimming. 10 9 8 7 6 5 4 3
two and one. Child. كف ايدنا لفوق. تاني سايد. كمان نفس الشيء. five reps. بدي ارفع اجري اتنيناتهم بطريقة سيزو. انا عم بطلع انا عم بنزل بكون عم بعمل سيزو. five, four, three, two, one. وبيبقى four, five, four, three, two, and one. Swimming again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Child. five, four, three, two, one. Cobra. five, four, three, two, and one. نريح شوي. فينا نكون عم ناخد نفس. هنرجع نعيد حركاتنا من الأول 3 مرات. نفس عميق من المعدة. 3 2 1. Straight up. 5 4 3 2 1. لقدام. 5 4 3 2 1. Side. 5 4 3 2 and 1. جمعية حركاتنا من الأول أكيد باستعمال تقل جسمنا. body weight exercise. ما ننسى قد البيلاتس مهم. أنا بحاجة لإكويبمنت. أكيد في إكويبمنت خصوصي للبيلاتس, بس بنفس الوقت في المات بيلاتس ما بنكون بحاجة إلا لمطلع أو منشفة سميكة على الأرض, وبنقدر نعمل full body pilates workout ونستفيد ونلاقي النتيجة اللي بدنا إياها. sit ups رح نشتغلها 5 مرات. up sit up من هون 90 درجة. برد إجري برجع بنزل. 5 4 3. آخر مرة. and one. إيدي لورا إجري لفوق. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. One. Lower. Up. And bicycle. 5 4 3 2 1. Fast. 5 4 3 2 and 1. نزل عروة. And side. Up and down بطريقة السيزو. 5 4 3 2 1. And up. خلينا فوق. 5 4 3 2 1. Swimming. لقدام. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Child. five, four, three, two, one. Tene side. Kamena. Up and down. 5 reps. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. Swimming. 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1. Child pose. Final stretch. End of workout stretch. إيدينا لورا. 5, 4, 3, 2, 1. Cobra. 5, 4, 3, 2, and done. هيك بنكون خلصنا تمارين البيلاتس لليوم. Full body. أكيد يمكن ببينوا هينين بس عم نعملهم كتير لهم منافع عالية. لو ببينوا هينين بس لهم منافع عالية للجسم لتقوية الجسم والنيرف سيستم أهم شيء. يعطيكم ألف عافية مشاهدينا وبشوفكم بكرة.